الرئيس الأسد لصحيفة فرانكفورتر ألجي ماينه سايتونغ الألمانية: التطرف هو التحدي الأهم والأكبر الذي يواجه المنطقة والعالم، ومتأكدون من أننا سنقضي على الإرهابيين. توقيع محاضر تعاون مشتركة بين سوريا وإيران ترسيخا للعلاقات الاستراتيجية وترجمة للمزايا النسبية بين البلدين. تخصيص 300 مليون ليرة لتوزيعها سلفا على أهالي القصير بالتوازي مع قيام الحكومة بإعادة تأهيل البنى التحتية في المدينة خلال أيام. نحن في نهاية بلدة القحطانية وتأمنت المنطقة بالكامل. بواسل قواتنا يعيدون الأمن والاستقرار إلى بلدة القحطانية في القنيطرة بعد دحر الإرهابيين منها. روسيا لن نسمح بفرض منطقة حظر جوي في سوريا، والمالكي يحذر من خطورة تسليح المعارضة. حكومة أردوغان تهدد المتظاهرين بالجيش إذا فشلت الشرطة في قمعهم.